لقد ظهر قبل أيام رجل في هذه البلاد ينتسب إلى الظاهرية، وقال في محاضرة عامة أمام الحضور إن القول بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق أنه كله بدعة، وأن الصحابة لم يتكلموا بهذا، فما توجيه فضيلتكم لهذا القول؟ أود أنكم تجيبون لي الشريط الذي سجل محاضرته واسم المحاضر، نشوف إن شاء الله. نعم.